قعدت ساعة أنا ومروة بندور على الهاند بريك، طلع في الآخر زرار أوتوماتيك. أه والله هتديلي يا بابا على الكلام اللي حفظته، والله العظيم حفظت. لا هتطلع 20، لا أنا كل الحوادث اللي عملتها قبل كده ما كانش أنا السبب فيها. لا لا أنت اللي كنت مديني عربية معفنة ومتلصمة، أعمل إيه أنا بقى؟ لا أنت اتفرج على الأداء الجديد ده، بص هبهرك والله هبهرك. يلا باي باي. احيي العربيه يا جدعان باظت يا جدعان، حرام عليكم عليا الصاد. طبعا ابوك جايب لك العربيه ومش هتخبطي في خلق الله، والمصحف ما هسيبك. شوف المصحف ما هسيبك. اوعى يا جدع اوعى. اديني انا بنت، ده انت ليله اهلك شوطه. زلك زلك الله يخرب بيتك. حول يا ابويا دلوقتي مش هتحط عليها خمس حاسه. طب وديني ما انا سايبك. بقول لك ايه، انت فاكر ان انا عيل هفا؟ ده انا فارس الخواجه ما يتعملش معايا حاجه. انت عمال بتبصبص ومش مركز في الطريق. ابصبص ليه يا بنت؟ انت بتتبلي عليا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت شكلك من بتوع يا توسعي العبايه يا تركبي معايا. طلعي بطاقتك يا بنت، طلعي بطاقتك. ليه انت مين اخد بطاقتك؟ انت اكيد عليك حكم. طلعي بطاقتك يا بنت. ايوه ان شاء الله. طلعي بطاقتك كده. وبعدين انت مش شايف يا باشا بتعمل ايه؟ حد يعمل كده في انسه محترمه؟ بطاقه العربيه حضرتك انسه برضه؟ انسه. تعالي كده يا حبيبي. ايه ده ايه ده ايه يا باشا، انت كنت تسبل ولا ايه يا عم الحاج؟ ايه اللي جاي تسبل؟ انت ليه ادب قوي؟ اه ليه ادب؟ بقول لك ايه، انت شكلك تطلع بطاقتك. يالا بطاقتك يالا، انت شكلك تبعها ولا انت عامل عصابه؟ اهدي تقليت عليا مش كده؟ لا اهدي خلاص بطاقتك. استاذ بيومي فؤاد انا اسف انا اسف والله يا بندم، انا بحبك جدا بس النضاره بس يعني لبس لسه ما ظبطش. انا اسف حتى دمك خفيف في الحادثه حبيبي. الحقيقه انا شفت الحادثه من اولها. أوه. انت اللي غلطان. ازاي يا باشا؟ ده طريقه يا باشا والله العظيم. انا مش عادي، انا باشا شفت الحق، انا ماليش مصلحه. صح واضح يا باشا انك تديك مصلحه كبيره قوي. تعالى يعني اسمع استني بس، انت رايح فين؟ لا بقول لك ايه، جو الفنانين ده مش هياكل معايا يا حبيبي. لا احنا بعد الثوره حاجه ثانيه، الشعب الوقت هو اللي مسيطر. انا ماليش دعوه بكل الهري اللي انت بتقوله ده، انا عندي تصوير ومعايا حد مهم جدا في العربيه. بس حسين فهمي اهم، مصطفى فهمي اهم، مي سليم اهم، امال مين؟ ما شاء الله يا بيومي فؤاد عندنا تصوير الاهم جه. عندنا تصوير يا عم، ما شاء الله. الاستاذ احمد السبكي. ايوه اهلا وسهلا. اهدى بس، انا بفكر اجيب الواد دوت يعمل بتاع الفشار شبه حسن رداد موت. همضبهولك دلوقتي. اخر 250 الف جنيه احيه. يا حبيبي يا ابني. باشا ما تسيبنيش يا باشا، انا واقف عندك يا باشا والعربيه عليها اقساط. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هات الرخص. رخص ايه يا عم انت؟ هات رخصك. هو حضرتك بوليس؟ اه. طب احلف. الله، امال ابوه جايبها له في العيد؟ ما هو لابس ابيض زي الفل اهو. هات الرخص. اتفضل رخصتين. رخصك. دي رخص العربية. فين رخص السواقة بتاعتك؟ فين؟ ثانية ايه ده في ايه؟ استاذ بيومي انا طالب من حضرتك خدمة معلش. امرني. رخصتي ضايعة، ممكن تكلمني بس الظابط معلش؟ اه حاضر. معلش يعني كلمني. ما انا هخدمها. خدمة منك. لا لا مضيه مضيه. انت عايز تتحبس، انت عايز تتحبس. ربنا يخليك لنا يا رب. الحمد لله حظك حلو هتحل ودي. يا استاذ حسن دي رخصة العربية، فين رخصة القيادة؟ معلش يا باشا قبل ما نعمل أي حاجة، أنا عايز أعمل محضر أثبت فين محفظتي اتسرقت وفيها كل حاجتي. لا سوري أنا آسفة، محفظتك اللي اتسرقت دي بعد الحادثة، إحنا دلوقتي نركز في محضر الحادثة بعدين نشوف بقى المحفظة راحت فين. ينفع الكلام اللي هي بتقوله ده يا باشا؟ يا عم سيبك من اللي هي بتقوله وركز معايا يا حسن. يا باشا أنا مش حسن لا مؤاخذة، أنا اسمي فارس الخواجة وبشتغل مهندس صيانة في توكيل عربيات شانج يانج، والعربية دي بتاعت واحد اسمه الأستاذ حسن كان جايبها عندنا عشان يصلحها له يعني، وأنا كنت بجربها عشان فيها عيب في الفرامل. إيه؟ شفت قال إيه؟ فيها عيب في الفرامل. سجل دي عندك عشان دي مهمة جدا. دي مالك انت، يسجل ولا ما يسجلش؟ مش في ظابط واقف قدامك؟ وانت يا عم حسن هات اي اثبات شخصية يقول انك فارس مش حسن. يا باشا عامل لك دي ان عشان تصدقني يعني؟ ما انا بقول لسيادتك ان البطاقة اللي بتثبت ان انا فارس الخواجة مش حسن الكردي جوه المحفظة اللي اتسرقت. طب كلم التوكيل عندك يبعتوا اي حاجة تقول انت مين. ها لقيتها يا باشا. اتفضل يا باشا، ده يا باشا كارت الشغل بتاعي يثبت لسيادتك ان انا فارس الخواجة. اتفضل يا باشا، وانتوا يا جماعه لو احتجتوا اي حاجه كلموني، محدش يتكسف، لو احتجتوا يا جماعه اي حاجه ما تترددوش، اني تايمز، فارس الخواجه للناس المحتاجه. وانت يا انسه سالي، اتفضلي الكارت بتاعك، كلميني وهاتيلي عربيتك التوكيل وانا اصلحها. احلف؟ ايوه، كل حاجه ببلاش. طب خلاص انا كده مسامحاه يعني، بلاش محضر بقى. لا والله. اه والله. اكتب يا ابني عندك، تم الافراج على فارس الخواجه بضمان كارت شغله. ميرسي يا فندم. اوكي احنا نستهبل. انت فاكر ان انا هفرج عنك بكارت الشغل ده؟ ابو ايا على الحجز. باشا باسبور ينفع؟ يا عم معاك باسبور من الصبح وساكت. هات. هو في البيت.
بس في واحد صاحبي معاه مفتاح شقتي، ممكن بس اكلمه يروح يجيبه يجي. معلش معلش ربنا يخليك يا باشا. ايوه شيتوس، بقول لك ايه، انا عايزه في بجايه، انا عملت حادثه بعربيه حسن الكردي، مش وقته دلوقتي، انا في اسم اول مدينه نصر. اطلع البيت عندي بالمفتاح اللي معاك، ادخل اوضتي، الكوميدين على اليمين، الدرج اللي فوق هتلاقي فيه حته حشيش، اوعى تجيبها يا شيتوس، ناخد مؤبد. ها، في جنبها علبه، افتح العلبه هتلاقي فيها ظرف ازرق كبير، في جواه فلوس، اوعى تقرب له يا شيتوس، انا عارفك. ها، في باسبور بقى، هاتولي وتعالى. ايه انت فين؟ تعمل عمره؟ هو انت بتصلي اصلا يا شيتوس؟ ماشي، ادعي لي يا شيتوس، انا في محنه. مع السلامه. حاجز فين يا باشا؟ يلا بويا. كلته كويس وشربته كويس ولبسته كويس قوي. اعرفكم ببعض. هتستهبل يالا؟ ولا ما عنديش الكلام ده خالص. انت فاهم ولا لا؟ فاهم؟ غور. انتوا الأربعة صفوة الصفوة، كل واحد فيكم حكاية، بس كل واحد لوحده مش كفاية، كل واحد منكم شغلانته حريف وشاطر، بس غلطة الشاطر قناطر. عشان كده أنا جمعتكم مع بعض وهعرض عليكم عرض. مش نتعرف بيك الأول يا باشا؟ أنا اللي هوديكم القناطر. مش القناطر السجن، هتروحوا القناطر عشان تتفسحوا وتتمتعوا وتصرفوا فلوس كتير قوي. محسوبكم جابر عبد القوي، رجل اعمال. مش مهم اعمال ايه، المهم العرض اللي هعرضه عليكم. انتوا هتشتغلوا معايا لمده شهر، شغلي هيحقق كل احلامكم. إذا كنت أنا لسه خارج من سنتين شغل بسبب شغل محققليش ولا حلم. أنت جبت المفيد يا رار، أنت اتسجنت سنتين عشان سرقت كاميرا مراقبة من الشركة اللي كنت شغال فيها. أنا صحيح يا شيخ، أنت بعتها بكام؟ 500 جنيه. 500 جنيه خدت فيهم سنتين سجن مع الشغل. طب لو اشتغلت معايا شهر واحد ومن غير سجن تاخد كام؟ 500 في سنتين يعني الشهر. طب شوف اللي وراك وارجع لي. والشغل ده نظامه يا باشا؟ شغل نظيف، ما فيهوش نقطة دم ولا طلقة رصاص ولا يوم واحد سجن. طلباتك يا سقاط. أنا هاخد مياه ومقفولة. يا ساتر، كلامك يا زكي. اللي هتتفقوا عليه بص، I'm fine، ما عنديش مشاكل. كفاية 50,000. ماشي. أنت وافقت ولا إيه؟ 50,000 اخضر. دولار؟ لا اخضر، عشرينات. 50,000 وانت يا ابو السيد؟ لما اعرف المطلوب الاول. الله، المطلوب هتعرفه في وقته. خلاص لما يجي وقته بقول لك، ما عطلكش. ايه ده سيد؟ جرايه يا بطل، الحكايه مش على مزاجك ولا ايه؟ حكايه ايه؟ انت عمال تحور علينا من الصبح، ما تخلص ونجيب من الاخر. لا 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 لا، بالراحه، ده موضوع غويط واخره بعيد، لازم نصطفي الاول قبل ما نبدا الموضوع ده. يا ابو السيد عايز نيه سليمه ودماغ رايقه، ما تفكرش كده ولا كده. يعني عايز اطلب مياه مقفوله زي اللهبه اللي جوه واطلع في الاخر انط على الشقه في الحي المتميز. حي المتميز؟ ده انت اللي متميز. حلو، عجبتني هذا قصدي. وبعدين بصراحه بقى انا مش مرتاح. ليه بس؟ حد يقف في وسط منتخب الحراميه الهوط اللي جوه ده ويبقى مرتاح؟ كل واحد ليه شغله وكل واحد ليه نصيبه. اعلى نسبه قدهم كلهم. وماله، متقلقش مش هنختلف. ومن دلوقتي اعتبر نفسك في بيتك يا ابو السيد، احنا بنشتري حرامي يا ابني. حلو منك ده يا باشا، اصطفينا. اطلع بقى اوضتك نام وارتاح، والصباح رباح باشا. بمناسبه اللحظه الحلوه دي، عندي سؤال حساس في منطقه احس. اسال ومن غير اي حساسيه. انا لسه حتى كسبت الخدمه في المصلحه، انت كنت نسمع طحن. تقول ايه بقى يا ابني؟ ما لهمش في الطيب النصيب. انما انت ذاكرتك قويه قوي. الله صحيح يا باشا، انت عرفت انور المكارم من السجن.
تصبح على خير. ايه السواد العبيط ده؟ طبعا هربوا. امال ده كله منين؟ الحوافز؟ ايه اللعب؟ الحوافز ظهرت اهي. مين؟ أنا يا حبيبتي. اتفضل يا أنكل. إيه اللي أخرك كده يا شيرين؟ سوري أنا آسفة، أصل الحفلة لسه خلصانة. حلو أوي الفستان ده. ميرسي. ما يتلبسش تاني، ومن هنا ورايح لازم تاخدي بالك يا شيرين، العيال وصلوا خلاص، ودول رد سجون، يعني جواهم كبت. ودي مين كبت؟ يا بنتي أنت هتكرهيني إن علمتك لغات ليه؟ ما تكلميني عربي عشان أفهمك. أقصد يعني إيه كبت؟ يعني ما ينفعش تلبسي قدامهم اللبس ده خالص، ولما تدخلي اوضتك تلبسي عليكي من جوه، وريت بلاش انجليزي كتير عشان العيال دي ما يفتكروش انك طريه. يعني ايه طريه؟ طريه؟ شيرين يا حبيبتي انا عايزك قدام العيال كده تنشفي، تبقي بنت مخربشه لبط، من الاخر تبقي بنت تربيت شوارع. ازاي يعني؟ زي كده. اوكي اورايت اورايت. وش معنى دي يا اختي اللي فهمتيها بسرعه؟ ما بلاش يا انكل. بلاش ايه؟ بلاش العمليه دي خالص. تاني يا شيرين؟ تاني؟ والتلاتين سنه اللي خدمتهم وطردوني بعديها اعوضهم ازاي؟ يا انكل انا بس خايفه. شيرين يا بنتي العمليه دي بالنسبه لي هي مكافاه نهايه الخدمه، اخدها وبعد كده نسيب البلد دي خالص ونروح نعيش في الحته اللي انت عايزاها. ماشي يا أمي خلاص. بكرة تبعتي للراجل بتاع سويسرا تعرفينا الخبير هيوصل امتى. أورايت حاضر. تاني أورايت. ماشي يا شيرين. جود نايت. اتفضل. تتفضل فين؟ اوضتك. لا ده مش اوضتي، ده الحمام. طب وانت ايه اللي نايمك في الحمام؟ لا انا مش نايمه في الحمام. امال جاي تعمل ايه في الحمام؟ افندم. احسبك السيد. وانت؟ انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ احلى بنت شفتها في حياتي. وانت اسفل واحد انا شفته في حياتي. ما اختلفناش. المهم النظام. النظام ان انا بنت اخو انكل جابر. طب انا معايا مشاط وفلات وصابون بريحه. بس صابون بريحه لو عايز صابون بريحه. بس صابون بريحه. صابون بريحه. يا جماعه السرير اللي فوق ده يا اخوانا مش ممكن، مش ممكن. مريح مريح اخر حاجه في الدنيا. لا بقى انا عايز اغير السرير بتاعي. ما هو اكيد سرير الواد ده فيه حاجه زياده عني. يصفر لما بتنام عليه ولا ايه؟ صدق عندك حق. ظاهر باشا نسي يعرفنا بالزميل. وماله يا سلوحه؟ فاين الزميل يعرفنا بنفسه. نانسي حسن زبادي صفوة موزز مصر، لسه خارجة من حكم سنتين، هربانة من التجنيد. وانت مالكش نفس تستظرف انت كمان؟ انا سبق واستظرفت امبارح. لا كل واحد يلزم مكانه. اوعوا تفتكروني بنت طرية، لا انا بنت ناشفة جدا ومخربشة يعني من الاخر كده انا واحدة تربية شوارع زي انكل كابر بالظبط. واي كلمة تانية، اي كلمة ضرب وتلطيش واهانه ومد ايدين ورجلين، مفهوم؟ اتفضلي. ودي لو انت مخربشه مخربشه فعلا يعني. ودي لو انت. الحمد لله ان احنا انقذنا الشنطه. ايش زعلش منهم، هم هزارهم تقيل شويه. هزار ايه ده؟ هزار سخيف جدا. خلاص بقى هاتي ايدك. اجيب لك بسمونه بريحه. المبنى اللي قدامكم ده هو الهدف بتاعنا. ده مبنى عادي في شارع الهرم ماسك نصيتين. الهرم زحمه 24 ساعه والمبنى ده شكله كحيتي. جدع يا استاذ جدع.
هو المبنى ده فعلا شكله كحيتي، بس تعرف يا ابو السيد المبنى ده تحتيه كنز. ايه اثر؟ لا اكتر عثرات. المبنى ده يا ابو السيد ما فيهوش فلوس، المبنى ده فيه الفلوس. ايه انت فاهم حاجه؟ لا بس عشان يبص لي. وبعدين ما تفسر شويه يا باشا. مطبعه بنكنوت مصر ومخزن الورق اللي بينطبع عليه بنكنوت مصر. وعدم المؤاخذة ده في ايه سري حضرتك؟ استنى يا كيفك، الراجل ده دماغه عالية ولازم نعلم معاه. بقول لك يا سري بيكس، هات الحشيش اللي وصيتك عليه، قول يا باشا وسمعنا. والنبي غالي، ده انا قلت هننط على بنك. ننط؟ بقول لك ننط؟ عيب يا سقاطة، أنا وعدتكم بعملية نظيفة، بنك يعني فلوس متعلمة، يعني البوليس يقدر يوصل لنا، يعني ضرب نار وتثبيت وغلبة. تسمح لي أنا أشرح لهم؟ قول يا أستاذة، إحنا واثقين جدا من فصحتك. التارجت بتاع العملية وي هاف تو تشينج ورق البنكنوت الأوريجينال والمغلف بأنذر نون أوريجينال، ذاتس إت. ست؟ أنت بتقول إيه يا ست؟ هو ده تركي ده ولا هو مش دي نور؟ لا. ولا ده مهند؟ لا. امال مين دول؟ شات اب. استنى ما شفتش الحلقه الاخيره. شوفوا يا رجاله، احنا هنغير ورق البنكنوت الاصلي بتاع المطبعه بورق بنكنوت مضروب من عندنا. ممكن اقول حاجه حضرتك وتسمعني؟ اتفضل يا ستيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه انذار. انذار فيلا زي دي لو حضرتك كلب، كلب بس هو من ناحيتها، مش جهاز الانذار بس اللي هيرن، على مؤاخذه شارع الهرم كله هيرن. برافو. ست عساكر في ورديه النهار وعشرة في ورديه الليل، ده غير اجهزه الانذار والسنسرز. ارحمكم الله. ما كنتش بعطس. سنسرز يعني حساسات. ايه مالكم يا رجاله متنحين كده ليه؟ ولما يكتشفوا الموضوع هو ايه اللي حصل؟ في حاجه نقصت؟ دي رزم الورق زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت. وبعد ما نطلع بالرزم على العربيه عدل وطيران على مكان حكون مجهز فيه مطبعة وكل الأدوات اللازمة، نطبع نحمل نقسم نصرف نعيش ونتمتع بقى، ولا إيه يا عيال؟ يا جماعة جيم العربيات ده جيم داخل حاجة، حد عايز يلعب؟ لعبت عليك نفسك. سوري يا بص. والصامين بقى إن شاء الله. نبيل طبعا. السري بي؟ ما ينفعش كده بقى، ما ينفعش. عملية زي دي محتاجة واد عفريت، لو حد قطره يلبسه. اسوق انا، محدش هيعرف يجيبني، فمعيش رخصه. يا ابني هو في حد ذكر توك توك في الموضوع؟ يا باشا احنا مش هنبوظ الطبخ عشان بيشيل الملح، سواق عندي. وماله يا وسيد؟ تضمنه؟ برقبتي. مين؟ علي ملي. مين؟ الو؟ ايوه انا سالي. سالي مين؟ سالي حبيبي اللي خبطت لي العربيه وعايز ازوغ من تصليحها. ايه فاكرني مش عارف اجيبك يا حسن؟ يا جدعان انا اسمي فارس الخواجه الله يخرب بيوتكم. بص يا استاذ فارس، انت مودي اقرار بخط ايدك انك هتصلح لي العربيه وبعد كده اختفيت، فانت لازم تصلحها لي النهارده. يا ست انا مزنوق زنقه، ربنا ما يزنقها لي. اول ما اخلص اول ما اخلص مننا فيه هاخد عربيتك واصلحها عندي في التوكيل. هو لسه هستناك؟ انا مش عارفه اروح البيت، انا قاعده عند واحده صاحبتي لحد ما تظبطها لي. اظبط مين؟ صاحبتك؟ صاحبتي ايه؟ تظبط لي العربيه يا وليه. بقول لك مش عارف اتحرك مننا فيه. يا لهوي بياكلوا بعض، بياكلوا بعض. طب انا ممكن اجي لك بالعربيه المكان اللي انت عاوزه. بس ابوس ايدك، ابوس ايدك، ابوس ايدك، انجدني. اصل انا هقول لك على حاجه، انا عندي اتنين قرايبي عندهم توحد بعيد عنك وعن السامعين، فيعني ما بقدرش اسيبهم وانزل، يعيطوا بقى ويزعلوا والدنيا تخرب. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وايه الحل بقى؟ مفيش حل غير انك تجيلي تتحججي باي حجه عشان اقدر انزل معاكي. لا 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 لا، انت فهمتني غلط خالص يا ست. كل ما تفهمنيش غلط. انت عايز اروح بيت راجل غريب؟ انت مش بتقولي انك عندي واحده صاحبتك؟ هاتيها معاكي وانت جاي. ويعني لو ما فيهاش سقاله هاتي لهم اي حاجه ياكلوها، هاتي لهم سمك وجمبري. هما بيحبوا السمك والجمبري قوي. بس هما يعني غلبانين ويتامى وحالتهم. بلاش اقول اكتر من كده. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا عمري ما شفت كده، انا عمري ما شفت كده بصراحه. سبتوا ايه البلطجيه ورجاله العصابات والناس الوحشين؟ ها؟ وبعدين كل العمل اللي عجلتوه ده وفي الاخر التعويره البسيطه دي، انتوا ايه؟ ما بتتعوروش زينا؟ مش بني ادمين؟ يوه ارحميني بقى،
معلش يا رجاله ثانيه واحده. الو. ايوه يا سيلي، قلت لك مش هينفع النهارده، انا عندي جماعه اصحابي ومش هينفع نعمل كده قدامهم. بتقولي ايه؟ هتلبسي لي قميص النوم الاحمر؟ يا بنت بس بقى اعصابي بتسيب، ما انت عارفه. الله، ايه جايبه ماو بكيني جديد وعايزه تفرجيني عليه؟ يا بنت بس بقى، يا بنت بس، انت عارفه انا ما اقدرش عليكي. الله 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 الله. فاكره يا بنت لما جبت لك قميص النوم اللي مرسوم عليه كشري ابو طارق؟ شطه لهلبني دوبني. انا ثانيه واحده بقول لك يا مؤسسه، ينفع بس تسيب الشقه كده ساعتين زمن وترد تاني؟ لا تيجي. ما ينفعش نجيبها هنا وسطينا، المنظر مش هيبقى حلو. لا تيجي. خلاص هخليها تجيب معاها واحده، انت واحده واخوك الوسيم ده واحده. بس السؤال، انت فيك نفس تعمل حاجه؟ لا. طب وهنعمل ايه؟ استنوا يا عم طوان، انتوا هتبوظوا الليله ولا ايه؟ انا عايزكم تقعدوا ولا تتحركوا ولا تتكلموا، وانا هظبط لكم الاثنين. دول بنات ناس، ما ياخدوش على شغل البقر ده. ده انتوا قافلين الباب بالكلبش. طيب خلاص انا هخليهم يمشوا بقى. المفتاح اهو. ماشي. اتفضل 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 اتفضل. دول عظيمة وسيد اللي كلمتك عنه. هما دول؟ يا عيني، ازيكم يا حبايبي؟ حبايب مين؟ حبايب مين؟ ده انت لو رحت هناك ممكن تتشفتي، ما ترجعيش تاني. ايه ده السمك والجمبري؟ لقيتنا زي الفل. ثانية واحدة. شكرا. شوية سمك وجمبري، خشوا جابوهم جوه عم اظبطكم الدنيا، ما تفتحش جوه في الصباطيح. ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ هروح بقى اتحجج لهم باي حجه عشان اعرف انزل معاكي. ماشي ماشي. جبت فلوس تصلح العربيه؟ نعم. هو انت عايز انا كمان اصلح العربيه؟ بس بس بس. ايه ايه خلاص. ايه ايه ماشي. هدفع انا. العربيه هتتكلف كام؟ يعني 50,000 جنيه. نعم يا اختي. 6,000. ايوه كده اظبطي. بس والنبي بسرعه عشان ماما ما يعرفش اني خبطت العربيه. خلاص خلاص. اهدي اهدي يا بنتي اهدي. خلاص حاضر اهدي. ايه قطر. مساء الخير. هاي سامر. أنا آسف ما لحقتش أرحب بيكي عشان القطر اللي جنبك ده. فارس الخواجة. هاي مروة. مروة. جميل مروة. ميرسي. تشربي إيه يا مروة؟ شاي ولا حاجة ساعة؟ لا ولا ده ولا ده. ميرسي. طب كويس برضو، لأن اللي عندي لا شاي ولا حاجة ساعة، بس عندي بقى لب جايبه من أسوان. إنما إيه؟ عجب. مش عايزة لب أنا، ما تخش الجار وتخلصني. أنا وجهت لك كلام؟ لا. ممكن تركينا على جنب دلوقتي؟ بيسألني. أسمر ولا أبيض؟ هو إيه؟ اللب. أسمر. ميكس سيلف هوم بلاي بلاي توجذر. اوكي والله كيوت. ايه النظام؟ واعين على الاخر، هيموتوا عليكم انتوا الاثنين بجد. حسن استنى ما اوريكم. بقول لك يا سالي، نخليها بكره. لا النهارده، يعني النهارده مش هينفع. هتموت. بس بقول لكم ايه، هي طالبه 6000 جنيه. 2000 2000 2000 تقدروا ولا نلغي؟ ليه يا عم؟ هي كيمي كارداشيان. وهي كيمي كارداشيان هتاخد 2000 جنيه برضو عظمه؟ هي 1000 جنيه كل واحده بس. تتحرجوني مع الناس ليه بس؟ بقول لك ايه؟ 6000 كتير، 3 كفايه. لا اقل حاجه 6، ده كفايه بنيتنا يعني. خلاص خلاص موافقين. بس انا هاخد البت اللي على اليمين. انا قايل قبل منه. انت قايل قبل منه بس هي اختارته هو. جرى يا عم انت؟ انت هتحميل ولا ايه؟ يا عم هي قالت لي عايزه الواد الاسمر. مروه عايزه الابيض ولا الاسمر؟ اسمر. ويلا بقى مش هنقعد اليوم كله هنا. شفت بقول لك ايه؟ مش عايزين نعطل الناس عن مصالحها. وبعدين يا مؤسسه اسمع كلامي، البيت الثانيه اجمد، انا مجربهم الاثنين. يا راجل ده السرير ده هيطلع بترول النهارده. طيب طب بقول لكم ايه؟ عايزين بقى الخلاصه ولا اسيبكم تطلصوا معاهم؟ لا قول يا حسن. قول يا حسن. ما تتحركوش من هنا وانا طالع بره. مش نفس، مفيش حركه. ها؟ السمك والجمبري. افتكر السمك والجمبري. حركة على راسي. حركش حركش. وانت فاكرني بقى صدق الكلام الأهبل اللي انت بتقوله ده؟ هو انت فاكرني عبيطة؟ المصحف هو ده اللي حصل. وبعدين انا هكذب عليك ليه يعني؟ ان شاء الله يا رب عبايه تتقلب بيها دلوقتي. لو كنت بكذب وتموت انت ولا تروح في 60 داهية. بليز
بليز احترم بنفسك لحسن لو بطحه بقى لا ما تعمليش كده انا سكتت بقى وديكي طبعا من فوق بصوا عشانك خلاص بصوا قدامك اهو بصوا قدامك انا سكتت لك بس عشان خاطر انا اللي خبطت العربيه عشان خاطر المهلبيه اللي قاعده جنبك دي خس عليك يا سيده طلع كيوت قوي ايه ده انت بتحبي المهلبيه جدا طب بقول لك ايه العربيه دي ملهاش سقف عشان طلعنا مشوار الصحراوي مع بعضينا ها فين التوكيل توكيل ايه ده اللي فتح الساعه 10 بالليل وبعدين انا مفيش معايا ولا مليم انت شو جاي عدي عليا عشان تنزل تصرف معايا العربيه ايوه عشان بس كنت خاطر ازوق من الجحشين اللي قاعدين فوق دول احنا هنطلع دلوقتي على البوليس نبلغ ونخلص منهم وفوقنا بقى المهلبيه ايه للعربيه بسرعه استنى ولا تبهدي ايدك بس عشان الكعب هعلى بسرعه كعب ايه يا حكومه يا حضره الضابط الحقوني يا حكومه الحقوني مش هو يا ابني انت فين يا باشا الحقني يا باشا انا في عصابه خطفاني خطفاك زي ما انت واقف تتكلم معايا اهو انت مجنون ولا ايه لا هم فعلا خاطفينه وعايزين يموتوه وحيت ربنا يا باشا انا عايز كبير النقطه دي يا باشا انا عايز المامور هتقولي مامور يا جدعان انا عايز المامور يا جدعان هتقولي مامور ايه يا ابني الدوشه اللي انت عاملها دي انا واقف في عرضك يا باشا انت يا ابني في ايه يا باشا الموضوع كبير انا واقف في عرض مصر كلها ايه يا ابني ما انت يا باشا الموضوع كبير يا باشا في في من فضل حضرتك يا فندم أرجوك كنت عايز أعمل محضر لواحد بيشتغل معانا ومتغيب اسمه مسعد عبود ما تقول لي مين عايز يقتلك خلاص ايه ده جاي تفضحينا هنا زي ما فضحتينا قدام الجيران انت جننت يا فارس فارس انا اسمي حسن حسن مين فارس ده هنا عشيك عشيك يا ساتر الله يا ملحطه حرام عليك كل السيدي اللي فاهم اللي بتعمل كل الحاجات اللي يا باشا مراته يا باشا مراته يا باشا ومجرجراني وراها حتى جايباني هنا يا باشا مش عارف اعمل ايه وطلعها عيني اللي خلفوني يعني انت عامل الحوار ده كله عشان مراتك طبعا يا باشا وجاي لكم عشان تاخدوا حقي ليه مين غيركم يا باشا حرام عليك يلا وجروا قدامي على البيت يلا على البيت ربنا يخليكم لينا يا باشا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم مشاكل عائليه يا نسا سالي يا نسا سالي يا نسا سالي حقك عليا مش عايزه ولا كلمه لو سمحت معلش انا كان لازم اعمل كده اصلك مش فاهمه ايه اللي حصل جوه في القسم لا فاهمه كويس قوي حبيت تعمل نمره جوه عشان تهرب من موضوع العربيه ده وانا كل مره بصدقك والله ابدا اصل انا شفت واحد من العصابه اللي كنت بحكي لك عليها جوه في القسم دول شكلهم ناس طايلين جدا وشكلي مش عارف ابلغ البوليس حتى طب انا كنت بحكي لك عن واحد اسمه مسعد ايه مش عارف ابو المعبود عبود مسعد عبود الراجل اللي جوه بقى كان بيبلغ عن واحد مختفي اسمه ايه ايوه صح هو قال كده بس برضو انا مش مشكلتي بقى حل مشاكلك انت لوحدك انا والله العظيم والله العظيم لو كان حد ضربني بالقلم ما كنتش سكت انا ساكته ومستحمله عشان اصلح لي عربيتي وخلاص ايه ده يعني انت ممكن تعملي اي حاجه بقى عشان خاطر تصلح العربيه وانت بتعمل كده ليه فيري شيبسي يا ولاد اللذينة وحشتوني قوي وحشتوني الحناوي طبعا مش كده سوق انت ولا سوق انا هتقولي انا ما كنتش عارف انك بتخاف من الكلاب قوي كده هبص ايدك انت بتعاملني اوسخ ما بتعامل الكلب انت ايه انت بتغلط في الكلب ايه يا حسن بتغلط في الكلب انت ما تستاهلش اصلا انك تكون كلب انا بس اللي زي الكلب انا ايه اقول كلب ايه حضرتك اللي قلت اقول قول كلب ايوه كلب كلب يعني وافي وانا وافي مع اصحابي بس مع اصحابي بس بوليفارد البوليفاردات انت ليه مش مصدق ان المدام عامله لي مشاكل ومخليني مش عارف اخطط للقتل تقصد سالي سالي هي المدام عجباني الدخله اذا كان كده ابو علي بقى مفيش مشكله هو انا باشا انا طلقتها عشان انفذ وبعدين بقى اشوف هعمل ايه معاها بعد كده مفيش حد بيجيب الرجاله ورا غير النسوان مفيش حد مضمون كله بيجرح ويخون الله يا ابو علي اول حاجه تقولها صح من يوم ما شفتك بس تاخد بقى مني انا يا ابن الناس كل اللي انت عملته ده غلط فكرك اردها ولا النهارده ايه في ايام ربنا جمعه باشا
قدامك ليوم الخميس. بس كان امبارح. الخميس الجاي لو ما خلصتش هتبقى معاهم. وانت بقى وشطارتك ينقلقوا فيك واحده واحده لحد ما تموت واحده واحده. في الحاله دي مش هتبقى محظوظ، لكن لو هبشوك مره واحده تبقى محظوظ وامك ده عيالك. يلا بقى كده حبيبي، روح كده اتوضى وتصلي ركعتين ان الاكل يتم على خير. قول يا رب. يا رب. يلا اخفى. ما تزعلش، والعمليه اللي كنا هنعملها بكره ايه؟ تولع يا فندم. هو هيقوم وهيبقى زي الفل وهيفك الجبس كلها شهر ولا شهرين، وانت شد حيلك بقى. احنا لسه هنستنى يا جماعه. انا عندي حل. ايه؟ ولو اني بعتب عليك يا بص، لان ملاحظ ان كل اهتمامك منصب على العمليه وفي نون كيرنج بالنسبه لرجلي اللي اتكسرت، وكمان بتقول عليا حيوان. خلاص يا حيوان. الحل حضرتك ان لو اي حد من جوه المطبعه قدر يوصلني بالكمبيوتر الرئيسي اقدر انا اخش عليه من هنا وافك الشفره بتاعته. شرير، تقدر تعمل اللي بقول عليه ده؟ انزل المطبعه. ايوه ايوه اقدر. لو ما تقدريش حبيبتي مفيش مشكله خالص، ناجل. لا ما ناجلش. لا مش هتنزل. ايه يا عم خلينا نخلص، صاحبة الشأن بتقول لك تقدر، هتقف لنا ليه فيها بقى؟ ولا انطر من دماغنا، مش في ايدك دلوقتي. انا ما اخشش عمليه زي دي شايل حمل بنت على كتافي. خلاص يا سيد، شيرين مش صغيره ولو في اي قلق كانت هتقول. يلا اتفضلوا دلوقتي عشان اشرح لكم الخطه البديله، والتنفيذ بكره بالليل. الراجل اللي جوه ده انما ده يمنعش ان دماغه طلعت سم. مالك يا سيد؟ معلش على ملي علي. شوف يا سيد، انا بحكم خبرتي في النسوان احب اقول لك ان انت ما رفضتش ان الموزه دي تخش معانا عشان انت خايف منها زي ما قلت. خايف عليها، وده في الشغل مش حلو معانا. ومادام بصيت لي يبقى انا صح. يا عمنا بقول لك ايه، لا تنام، تنام ساكت، لا تغور، تنام في اوضتك. بس انا بخاف انام لوحدي، كنت متعود انام مع الواد زكي، وزكي كان هيموت وقاعد في الجبس وانا بخاف من الجبس. يا عم انا كان عندي اتنايل الغرفه ده ولا اقضيش الليله السودا دي معاك. ايه والله صلاح، انت كنت عايز زكي يموت بجد ولا ايه؟ ايه انت اخويا توفيق، ما ينفعش اخبي عليك حاجه. ربنا يخليك حبيبي، ما ده عشان برضك. بس مش عارف ليه كده برضه ابو الصلح، لا مؤاخذه يعني، حاسس انك زباله. ولا ما تفهمنيش غلط، امال انا قصدي مش لو كان اتكل كانت قبلت الاسم على اربعه. استغفر الله العظيم. شوف يا اخي، وانا ظلمتك وقلت عليك زباله. شفت بقى، طلعت الصفيحه نفسها يا معفن. ولا وانا لا يمكن انام في مقلب الزباله ده، اوعى يا. طب يلا قد من هنا. ما انا ماشي اهو، مش عايز حاجه صراحه. مرسي يا حبيبي، تيك كير. تستقبله؟ مش تدخلوا تاكلوا حاجه؟ الريس بيقول لك انجز. طب يلا ورا العربيه دي. يلا يا سلا عشان اتاخرنا. ما انا جيت اهو، هعمل ايه يعني؟ سوري يا جماعه والله على التاخير، انا لابس من بدري. بس انتوا عارفين البنات بقى ما بتقعد تداري المصايب اللي في وشها بتاخد. انت ايه اللي جابك هنا يا زفت التين انت؟ الله يخرب بيتك، انت ورا ورايا ايه القرف ده؟ انا جاي تبعد. يا سالي، اصحابك دول تافهين قوي، انا زهقت منهم في ربع ساعه. بقول لك ايه، مصطفى قبالي صاحبكم ده، انا عايزك تكفي معاه شويه. ها شايفه واخد عليك قوي.
معقوله الفرحه اللي احنا فيها هتخليكي تعيطي؟ لو سمحت سيبني لوحدي. بقول لك ايه، انا لاحظت في الخناقه دي ان انت جواكي كبت السنين ومحتاجه تفضفضي مع حد. فضفضي معايا، انت مش بتعتبريني زي اخوكي؟ لا طبعا، هو انا اعرفك وبعدين انت ليك عينتي قريب بعد كل اللي عملته. يا بنت الكابتن مش حلوه هتطلع لك حبوب في وشك، وانت اصلا شكلك وحش مش ناقصه. اتكلم مع حمصاني. طب بقول لك ايه، ما انت شفت كل حاجه، يعني عاجبك فريده اللي بتعمله معايا؟ لا مش عاجبني، بس ده وضع مؤقت. مؤقت ازاي؟ ابوك هيبقى رئيس جمهوريه ومراته هتبقى سيده مصر الاولى. مش معقول يبقى ابوك عنده اجتماع في جامعه الدول العربيه ومراته نازله تتشقط من جامعه الدول العربيه. اكيد ساعتها هيطلق المدام لان مش هتبقى قد المقام. انت مش عارف هو بيحبها قد ايه، شكلها كده عامله له عمل. يا بنتي عمل ايه وعبط ايه؟ بلاش الكلام. هم متجوزين بقالهم قد ايه؟ 3 سنين. وتلاقي قبلها 6 7 شهور مرافقه. انت قليل الادب وما تربتش. والله ما قليل الادب الا ابوكي. طب ودي كده تعرفوا على بعض فين؟ هو قال لي ان هو شافها على البحر، كان في العجمي وكانت لابسه مايو بيكيني احمر. لسانه دلدل زي الخروف ورايل عليها. انت ايش عرفت؟ اذا كنت انا رايلت عليها بلبسها العادي مش بالمايو، هو هيعمل ايه يا عيني؟ ما انت زيك زي كل الرجاله، مش حاسس انت بقيمه اللي قدامك. ما انت لو بتلبسي له وبتقلعي له، ها؟ وبتشكلعي له وبترقصي له وبتظبطيه، ما كانش بس بره يا هانم. انت عبيط يا ابني، ده ابويا. عارف اكتر حاجه معصباني في الموضوع ده ايه؟ ايه؟ العربيه اللي اتخبطت. ايه؟ كل ده والعربيه؟ صدقي صدقي حالات فيكي اللي بتعمله فيكي فريده دي، فريده دي هتذلك انت وابوكي وهي اللي هتبقى رئيس الجمهوريه. يا ساتر، ده انت قلبك اسود يا شيخه. يلا بينا، يلا. قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكه شمال، يفضل يقولك العب يلا 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 العب يلا. عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدرجز وتقول انا هبدأ، يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا العب يلا اشرب يلا العب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا العب يلا ارفع ايدك العب يلا ارفع ايدك العب يلا ما تلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا العب يلا ولع خلصوا طفح بقى، انا مش سواقها ليكم. جواميس بتاكل. الله كبتك يا علم، كبتك يا علم. Ha ha ha!
فل، ازيكم؟ كنت فين يا منى؟ وسايبه تليفونك اللي احنا افتكرنا حصل لك حاجه. انا كنت مسافره، مالكوا في ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا منى. عم عبد الرحمن ماله بابا؟ تعيش انت. انا كان بقالي يومين بحاول اتصل بيكي مش عارف اوصل لك. تشدي حالك يا منى، احنا هنفضل دايما جنبك، ربنا يصبرنا كلنا ان شاء الله. الحمد لله انه ما تعبش يا منى، ادعي له بالرحمه. سمعته هو غضبان عليا. ما تقوليش كده يا منى، عمي عبد الرحمن الله يرحمه كان بيطمن عليكي كل يوم، بس هو كان موصيني ما اقولكيش. يلا يا منى يلا نودى بالشنط عشان نسافر. معلش اسبقوني انتوا. نسبقك ازاي؟ احنا هنستنى معاكي لحد ما تجهزي. عشان خاطري يا جماعه، انا هوضب حاجتي وحصلكوا على طول. اجي معاكي؟ اجي معاكي ازاي؟ عاوزاني اول مره اخش على اهلك واتعرف عليهم، اقول لهم البقيه في حياتكم؟ طب ده اسمه كلام؟ روحي انت يا حبيبتي وانا هستناك الباقي في حياتك. ربنا يصبرك يا منى يا حبيبتي، المرحوم كان غالي علينا قوي، قطع بينا كلنا، الله يرحمه. حياتك يا منى، حياتك الباقية يا ماجد. مش كفاية بقى؟ كفاية ايه؟ الأيام اللي راحت مننا ماجد. أرجوك، أنا عارف إن أنا مش المفروض أفتح الموضوع ده دلوقتي، وأنا جاي كنت مقرر إن أنا مش هفتحه أصلا، بس أنا لما شفتك ما قدرتش يا منى. ماجد لو سمحت خلاص، الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. خلاص أنا آسف، خليكي براحتك يا منى. شكرا يا محسين. ما تقلقوش، مفيش حاجه غير طبيعيه في الوصيه، هو بس مبلغ 100,000 جنيه وصى بيهم الاستاذ عبد الرحمن الجمال لمدير مكتبه الاستاذ رياض رحمي، تقديرا لمشواره الطويل معاه، والباقي حسب الشرع بين مدام منى وبين حضرتك، بس بنصيب اقل طبعا. لو سمحت يا انكل، انا عايزه اخلص الاجراءات في اسرع وقت عشان لازم ارجع بوتلات ضروري. طب وانت ايه اللي هيرجعك يا منى؟ ما تخليكي قاعده هنا في بيتك، ولو مش عايزه تقعدي لوحدك تعالي اقعدي معايا انا وطارق. انتوا مش فاهمين، انا لازم ارجع عشان اصل جوزي مستنيني هناك وانا مش هقدر اتاخر عليه. وايه اللي ودى ماجد ابو طارق؟ ماجد مين؟ بقول لك جوزي ماجد طلقني خلاص. يا نهار اسود، امتى؟ وازاي ما تقوليلناش؟ هو ايه اللي امتى؟ مش انت جيتي لي ومعاكي قسمه الطلاق؟ انا ايوه انت، انا جيت هسيب الطلاق. ما تتكلم يا طارق، طارق ما كانش معاكي، انت كنتي لوحدك. اهدي بس يا منى، الكلام ده حصل امتى؟ من حوالي. انت معاكي قسيمة الطلاق دي؟ ايوه في الفيلا. يعني انت متاكده انك اتجوزتي حد تاني غير ماجد؟ ايوه متاكده. طيب فين جوزك ده دلوقتي؟ جوزها ماجد في بيته يا استاذ مهدي، وكل يوم بيسال عليها ومستنيها ترجع، وبيحبها وبيموت فيها. مالك يا منى، فيكي ايه؟ ايه اللي حصل لي؟ ايه في ايه؟ بعيدي عني، انتوا ايه عايزين تكلموني؟ بقول لكم ماجد طلقني، يعني طلقني. ايه دي حبيبتي؟ لا انا مش عايزه اهدى، انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. انت جيتي لي الشاليه وجبتي لي قسيمه الطلاق، والقسيمه موجوده والله العظيم موجوده، انا مش مجنونه. بس يا
ما لقيناش حاجة. كانت هنا والله العظيم كانت هنا. طب اهدي اهدي يا حبيبتي عشان تعرفي تركزي. خلاص يا منى مش مهم ورقة طلاق وجواز. فين جوزك ده؟ حرمنا يا مولاه. جمع ان شاء الله. انت مين؟ انا اللي بجمع الحبايب يا بنتي. طيب هو في مأذون تاني غير حضرتك في المنطقه هنا؟ هو في حد غاوي فقر غيري ان يفتح مكتب مأذون في حته مقطوعه زي دي؟ شكري نوك دوه متر. طيب يا منى ما دام اطمنا عليكي هنسيبك تستريحي شويه. طب يلا يا وسام. ايه يا طارق هنسيبها ونمشي ازاي يعني؟ انا هبات معاك يا منى. لا مفيش داعي خلاص انا بقيت احسن. ايوه ناجي. لا انا مش هاجي النهارده. اعتذر انت للناس. منى الواد ده اكيد كان معاه موبايل صح؟ طبعا. طب ادي رقم. هو انت ممكن توصله من خلال نمرته؟ ايوه طبعا هات النمره بس. ايه يا منى سالت على الرقم ده في كل شركات المحمول. العقد بتاعه ما فيهوش ولا اسم ولا رقم بطاقه ولا حتى عنوان. يعني غالبا الرقم ده من الارقام اللي بتتباع في الكشاك. يعني ايه يا منى اشرف ده اختفى ملوش اثر؟ اشرف موجود انا متاكده انه موجود. احنا سالنا عليه في كل مكان ومحدش عارف عنه حاجه. وانت ما جبتليش قسمه الطلاق مش كده؟ انت ايه اللي حصل لك؟ انا خايفه عليكي. فيكي ايه؟ بقول لك يا منى الاستاذ مهدي المحامي كلمني بيقول انه عايز بطاقتك عشان يعلم الورث. اسم العريس اشرف سعيد عبد الفضيل. العنوان 15 شارع الصقلبي بالسكاكين. بقول لك عايز بطاقتك عشان القمر فتح عيني. ماما فرحانه بتقول له هي هي هي. انت مين؟ انا ماجي. ماجي مين؟ ماجي اللي بروح وباجي. انت بتعملي كده ليه؟ معلش يعني هو انا اوفر شويه لان انا اصلا مش شغاله في القسم ده. انا شغاله في قسم الاطفال حديث الولاده والمبتسرين بس كل زمايلي بقى اللي في القسم بتاعي غايبين فهم جابوني هنا النهارده وانا فرحت جدا لاني اخيرا هلاقي حد اخد ودي معايا. كل الاطفال بيفضلوا باصين لي كده. ايوه انا جيت ليه هنا؟ انا جيت ليه؟ انت وقعتي وبعدين راحوا هم شالوكي وجابوكي هنا لما اغمى عليكي وبعدين طلع ما عندكيش حاجه غير هي بس يا دوبك قمت السكر. سكر؟ ايوه يعني شوجر. هو اللي بذلك معناها ايه؟ لا انا ما عنديش سكر. لا عندك. انا كل اللي فاكره انا كنت في عربية؟ كنت في باركينج. ايوه كنت في الباركينج وقعتي ودوختينا وبعدين هم راحوا شالوكي وجابوكي هنا وقالوا لنا ان احنا نكشف عليك عشان نطمن. فاحنا قسنا لك الضغط وقسنا لك النبض وقسنا لك كل حاجه طلع ما عندكيش حاجه غير ما بقول لك كده بس هو شويه السكر. والعصير ده بتاعي؟ هو كان بتاعي
بس يعني ما تبصليش كده، هو لسه هو فيه، ما تقلقيش اشربيه في ايه. لا طب خلاص مش مشكله، انا عايزه بس الموبايل بتاعي. انت هتسرقينا معكيش موبايل، انت جيتي معكيش حاجه غير بس هو مفتاح العربيه. اه والورد ده في حد جابه لك وساب لك الظرف ده كمان. خدي انا هسيبك تقريه عشان خاطر الخصوصيه وكده، بس وانت بتقريه ركزي في اخر سطر، هتلاقيه وهو بيقول لك انا حكيت لباباكي. ده فعلا راجل محترم، الراجل اللي يدخل الباب من بيته هيبقى راجل محترم. يلا باي باي بقى. ها الحمد لله على سلامتك، ما كنتش اعرف ان عندك السكر. انا جبتك على المستشفى وسبتك وكلمت باباكي وحكيت له على كل حاجه، وهو بقى يتصرف. اشوف وشك بخير. انت غلت اهلك زفت. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ولو خبطتك وكرالك حاجه دلوقتي هيقولوا كان زمانها تطلع دكتور. فارس. فارس مين يا بنت؟ انا اسمي حماده حموده. انت كنت فين كل ده وانا جيت جنبك؟ انت بتتبلي عليا ولا ايه؟ سكوزي 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 يا سيدي كده باي كده، ما بقتش يارو يا باشا. بتتبلي عليا يا باشا كده؟ انت بيارو لولو سيتا براند او ما بال في مالك انا ممكن. الله حضرتك بتتكلم عربي؟ انا غاوي بس يا باشا دلوقتي. يا باشا انا واقف في الشارع وبتتبلي عليا يا باشا ان انا كنت هخبطها بالعربيه. تتبلي عليا؟ تتبلي عليا؟ خليها تتبلي. القمر اي لاف يو يا باشا. يا باشا البوس ممنوع في الشارع يا باشا. الله اصلا هتتبلي عليا انا؟ اشوفكم بقى تتبلوا مع بعض. اسال يا باشا. والله ماشي يا باشا. سؤال بس بسيط يعني، انا حاسس اني شفت سعادتك قبل كده بس فين؟ انا مش فاكر بالظبط. سمير غانم. ايه بقى سلم لنا على دنيا. اصل بحبها قوي، بحبها قوي، بحب العيله كلها. ده موقف خفيف. لسه واقفه يا بنت والمصحف الشريف لما مشيت من قدامي دلوقتي لاكون خنفك. يلا يا باشا، يلا يا باشا، مولد الفضة يا باشا، مولد الفضة يا باشا وسركه بصل. يلا بتلم الناس عليا يا حمصاني. طب انت افتكرتني اهو. لا اقدر انسى الشغل العالي البرتغالي ده. امال كنت فين كل ده؟ لا ده موضوع كبير قوي، تعالى احكي لك عليه بقى. بالعربيه الجديده اللي جبتها بفلوس الحناوي الله يرحمه. ماشي. انا بحشني قوي حمصاني. اعتذر للجميع عما سببته لهم من ازعاج دون قصدي. اني افتقد امي بشده، فهي تطاردني في احلامي وحياتي حتى صرت مراه لها. لذا قررت ان اذهب اليها لاستريح معها من معاناتي. منى. ايه يا منى؟ دكتور رؤوف هم لقيوا. انا بلغت البوليس واديت لهم صوره المنى، اكيد لما يلاقوا اي اثر ليها هيبلغوكم. انا اسف يا جماعه بس هي فعلا حالتها سائد جدا في الفتره الاخيره. منى ماتت يا ايه يا دكتور رؤوف؟ ايوه يا طارق. لا وجثه غلانه بنفس مواصفات منى، فممكن تيجي عشان تتعرف عليها. فين يا دكتور؟ في المشرح. ايوه بس انا في مشوار دلوقتي. طب ممكن حضرتك تروح وانا احصلك؟ طب اكلم مدام وسام تيجي؟ لا 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 بلاش وسام، دي ممكن تروح فيها لو شافت المنظر زي ده. خلاص يا دكتور انا هاجي لك دلوقتي. اوكي انا مستنيك. مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. عندك ضغط او سكر؟ لا لا انا كويس. طب كويس الحمد لله. معلش اللي حصل لك ده هبوط من تاثير شكل الجثه بعد ما شوهها السمك. هي مش عارف، هي ملامح الوش تقريبا مش باينه، بس انا عندي احساس يا دكتور ان هي البقاء لله.
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحة. اخرك معايا يومين كمان قبل الخميس، الفلوس عندي. ماتش حاجة وحشة، شد حيلك. مين ده؟ طفل صحيح ده عميل. عميل من اسكندرية. واضح انه بيحبك قوي. ما هو ده اللي بيفضل بني ادم يا مجدي، اعمل الصالح بس. انت لحقت تيجي يا طارق؟ ايه يا بنت؟ شفت يا عفريت؟ انت دخلت هنا ازاي؟ عادي الشباك. وعايز ايه؟ معكيش اسد في ال وديني ما مشيت من هنا لا صرخ ولا يما عليك الدنيا. لا شايفك يا بنت. ده ماشي بس شغل الشرف اللي هتعمليه عليا ده. سكه بلدي قوي دي. انا اشرف منك ومن اهلك. فعلا؟ وده بقى مرت ايه بقى؟ جوزك اللي خليتيه حرامي؟ ولا البنت الغلبانه اللي موتوها؟ منى انتحرت. لا يا شيخ. على انا الكلام ده برضه. وديني والخدمه الشريفه منى انتحرت. وسابت جواب عند الدكتور بتاعها قالت انها انتحرت. خلاص انت. ما دام قلتي والخدمه الشريفه يبقى انا مصدقك. بس موتها ده طبعا ملوش اي علاقه بفلوسي. لا طبعا، هتاخد فلوسك على داير مليم. امال الشيكات بدون رصيد ليه؟ عشان منى ماتت وبرجلت الدنيا. يعني طلع هيدفع. والله العظيم، والله العظيم هيدفع. اما نشوف. مفيش داعي طبعا طارق يعرف ان انا كنت هنا. احسن يشك فينا ولا حاجه. اهلا وسهلا طارق. اهلا يا متر. اهلا وسهلا. اتفضل. خير؟ اؤمر. الحقيقه انا اسف ان انا جاي من غير ميعاد، بس انا كنت عايز اعرف هو حضرتك رفعت قضيه الخلع بتاعت منى؟ ليه؟ لا مفيش، بس اصلي استغربت لما لقيت ماجد النهارده في الدفنه. لا، هو ماجد طلقها قبل ما تتوفى. واضح انه كان بيحبها فعلا وعمك ظلمه. ما علينا، خلينا نتكلم في الحاجه اللي تهمك. خلاص الميراث بتاعك كله، ما تقلقش. لا الحقيقه انا مش قلقان خالص، يعني حتى لو ما طلتش حاجه خالص من الميراث، انا بس كنت عايز اعرف الوضع القانوني عشان ما نظلمش حد. ايوه طبعا طبعا مفهوم. هستأذنك عشان عندي اجتماع جوه. خد راحتك. اتفضل. مين؟ مين انا حرامي وتفتحي يا سام؟ قافل على نفسك ليه؟ مفيش، سمعت صوت بره افتكرتك انت. فتحت ما لقيتش حد، فخفت رحت قافلة على نفسي. وماشي شكلك مخطوف كده. هبقى كويسة دلوقتي. أنا بقول لك إيه، شكلك ده مش هينفع خالص. أنت كده ممكن تودينا في 60 داهية. عملت إيه عند المحامي؟ لا اطمني. طلقها قبل ما تموت. يا
يعني كده كل حاجه بقت بتاعتنا لوحدنا. يا سلام، زي ما يكون ربنا عايز يعوضني عن كل اللي فات. اتفضل يا حبيبي. ليه الحنيه دي؟ يا ريتك اتخضيتي من زمان. طارق احنا عايزين ندي الزفت ده بقى فلوسه. ده من امتى يعني؟ ده عكس كل كلمك قبل كده. مش احسن ما يقعد ينط لنا كل شويه؟ انت شفتيه؟ ايوه شفته. شفته النهارده الصبح في الطرق. شفت الوطي؟ كان جاي يهددني. يا بص انا وصلت الكمبيوتر المربع ومش فاضل غير ان انا افك الباسورد عشان نسحب التصميم. مستني ايه يا زكي؟ ما تفكه. ايوه بس في حاجه مهمه جدا في الاول. ايه؟ انت الوحيد يا بص اللي ما كتبليش اي حاجه على الجبس، وانا سبق وطلبت منك الموضوع ده اكتر من مره، وانا مش هعمل اي حاجه غير لما تويش مي سامسونج الاول على الجبس. اوعدك بعد ما تفك الجبس حوش يوب مط وقرن غزال على رجلك. فكه الجبس. الباسورد يا حيوان اعتبرها اتفكت يا بص. بعد ما تخلص هتجيب شيرين وتجيلي على طول عشان تخلصنا من ابو طويله الاهبل ده. اعتبره خلص سعادتك. سيب الباب مفتوح يا دكتور، سيبه مفتوح. أنا ظبطت جهاز الإنذار، خمس دقايق بالظبط وهيشتغل. كده تبقى عملية سرقة فاشلة، يلا بينا. تصميم الفلوس. بعد ما تنقلي كل حاجة تركب العربية الحمراء دي لوحدك. لازم يركبوا العربية السوداء لوحدهم عشان تبقى اخرتهم سودة زي الشغل. هو حضرتك ناوي على ايه بالظبط؟ لو اخلص عليهم واخلص عليهم. مالك؟ مفيش يا سيد. طب يلا عشان هنتحرك. يلا يلا. Yeah.
العافية أوي توحشوني. كاتن كاندي بينك، انت بوي المفروض يبقى كاتن كاندي بتاعك بلو صح؟ هاي هاي، انا اسفه جدا، انا بس شفتك عند مدرسه اي اس وكنت بفكر يعني انا لابني هناك، فممكن اسالك شويه حاجات؟ اه شور طبعا لو انت فاضيه يعني. وانا العب في ابل بيس لغايه ما انت تخلصي. لا زياد استنى سوري. بصي هم ضايعين في العربي، بس الولد شاطر قوي في الانجليش والساينس، بس عربي مفيش خالص بجد. هو انت بقالك كام سنه متجوزه؟ بقالي 11 سنه بس انا اتجوزت صغيره شويه. وانتي؟ لا انا متطلقه بقالي مثلا 3 سنين. معلش خيرها بغيرها. لا انا خلاص انا تعقدت من حاجه اسمها رجاله كده، بقى عندي عقده. اه والله بس كنت بحبه قوي. جيت اقدم لابويا على اساس ان هو صاحب شركه استيراد وتصدير، يعني رجل اعمال، شكله وكلامه كله كان مقنع جدا، كان مقطوع من شجره، بس مش هي دي البوينت يعني. لحد ما اكتشفت الحقيقه بعد 5 سنين جواز. طلع متجوز؟ طلع مجرم ونصاب، والشركة اللي كان عاملها دي كوفر عشان تداري أعماله المشبوهة. كان بيشتغل في السرقة والنصب والمخدرات كله. انت قعدتي معاه 5 سنين وما حسيتيش خالص ان في حاجة غلط؟ انت لو مكاني كنت هتحسي؟ يلا الحمد لله. هو انا رقية ولا ايه؟ وانا عمالة برغي وانت ساكتة كده. والله مش كده خالص. لا والله خالص، انا مبسوطة ان انا قابلتك. امال انت جوزك بيشتغل ايه؟ المره اللي جايه هقطع لك لسانك اللي بلغت بيه. من أسرة عادية، والدها كان موجه في التربية والتعليم، ووالدتها كانت موظفة في الشهر العقاري. تعرفت عليه لما راحت تقدم على شغل في الشركة بتاعته، ملفها أبيض، عمرها ما تعرضت لأي مساءلة قانونية، لا جنحة ولا جناية ولا حتى سواد، ده حتى سعادتك ولا مخالفة مرور. يعني هي كمان سليمة زيادة عن اللزوم. من الناحية التانية فيدي، مين دي؟ دينا سيد شكر، قابلتها النهاردة في المول. ويا ترى طلبوا ايه على الغداء؟ ساعتك بص بس على الملف بتاعها، اتمسكت 3 مرات تعاطي. ده غير ان هي كانت متهمة في جريمة قتل بالخطأ، ضربت واحد بالعربية وهي سكرانة، وتبقى بنت الراجل ده. مين ده؟ ساعتك لحد دلوقتي مش عارفين، كل مكتوب عنه انه كان دكتور جامعي واستقال، بس بصراحة أنا عمري ما شفت في حياتي ملف فيه معلومات قليلة أوي للدرجة دي عن حد. هي عاملة إيه دلوقتي؟ نبضها نزل في قضاء بتودع، كلموني وجابوني على مدى وشي. أول ما وصلت نبض رجع طبيعي تاني، زي ما تكون حاسس إن أنا جيت، واخد بالك؟ أو كنت عاملها حالك عشان تجدني. أنا خايف أطول معاها هنا شوية ترجع معايا البيت. ربنا يشفيها ويردها لك بالسلامة يا أستاذ. أنت كده بتدعي عليا مش بتدعي لي، لكن اللي باقيلك في الدنيا بجد هو شغلك، كل ما تديله يديك ويعليك. لكن طالما بقى ربنا ابتلاك بزوجة يبقى لازم تسيطر عليها، مش كل ما تطلب منك حاجة تديها وإلا هتضيع. أنا مراتي غلبانة ملهاش طلبات. والله والله ما غلبانة إلا أنت. بقول لك إيه؟ تقدر تعمل عملية في المطار الأسبوع الجاي؟ الأسبوع الجاي؟ تتكلم جد؟ في شحنة نص طن هتوصل المطار عايزين نسلكها. مستحيل طبعا. مكان زي المطار ده لازم يدرس كويس، ولازم ابقى عارف كل مخارجه وما داخله، مين ممكن يبقى معانا،
ومين اصلا ممكن يدخل جوه من غير قلق. وبعدين عشان اخرج نص طن دي حاجه محتاجه تخطيط برواقه. وانت مش رايق صح؟ يعني ايه؟ اللي حصل في البنك ده يحصل ازاي وانت موجود يا ادم؟ اظن انت فاكر كويس قوي ان حمدي القطه ده انا ما كنتش موافق عليه وانت اللي اخترته. انت مش مركز يا ادم، دماغك في حته تانية خالص. انت في مشاكل بينك وبين مراتك؟ ما تطلع مراتي من دماغك بقى. كل اللي حصل كان غلطتك وحمدي القط ما جايبك. انت اللي مش مركز يا استاذ، او بالاصح مش مركز غير في انك تنكد عليا كل شويه تقول لي مراتك لغايه ما كرهتني في عيشتي. امال المصاص عامل ايه العمليه اللي بقول لك عليها؟ عشان مستحيل. نص طن غير ده اللي هطلعه من مطار بعد اسبوع، ليه؟ حيوانة؟ دي فرصه مش هتتكرر تاني يا ادم. ليه يعني؟ ما المطار موجود، في اي وقت ممكن ننفس، بس نبقى مخططين كويس. بس في اي وقت مش هنلاقي نص طن سماك ده في المطار، واخد بالك؟ أنسة دينا؟ هو نعرفك؟ بس هتعرفيني دلوقتي. أنا العقيد ممدوح الشهاوي، مش عايزك تقلقي. أنا مباحث مش مخدرات. وأنا قلقلي إن شاء الله. يعني لو فتشت الشنطة الحلوة دي مش هلاقي فيها جرامين ثلاثة قلق؟ أنت لو فتشت الشنطة دي من غير إذن نيابة أنت المفروض تقلق مش أنا. برافو. بحب انا الناس اللي عارفه حقها كويس دي وفاهمه قانون، لان دول ما بيخلوناش نبذل مجهود عشان نعرفهم مصلحتهم فين. تهيألي المفروض كل واحد يدور على مصلحته، ولا ايه؟ تسمع طبعا عن منجم السكري ذهب وبيسافر خام على كندا ويرجع بعد كده سبايك مختومه. السبيكه الواحده 5 كيلو ذهب صافي ثمنها 200,000 دولار. نص طن اللي جاي المطار الاسبوع الجاي ده فيه 100 سبيكه. عارف يعني ايه 100 سبيكه؟ يعني 360 مليون جنيه. الله ينور عليك. محدش طبعا متوقع الحركه الجريئه دي، واخد بالك؟ ومفيش حراسه تقيله. كله هيبقى مشغول في المؤتمر اللي عاملينه في شرم الشيخ. واحنا لينا ناس في المطار هيساعدوك على قد ما يقدروا. واما نخش في التفاصيل هقول لك على كل حاجه. دلوقتي بقى هسالك سؤال، وقبل ما تجاوب عايزك تعرف ان كل كلمة هتقولها محسوبة عليك. هتقدر تسلك النص طن اللي جاي المطار الاسبوع الجاي ده ولا برضه مستحيل؟ مفيش حاجة مستحيل. مصر باشا، يا دي النور يا دي الهنا. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. هذا ما اقول لك كلمتك عنه، ها؟ خد بالك؟ هيبقى هو مسؤول عن كل حاجه، بس هو عنده شويه اسئله كده عايز اسالها لك. وانا تحت امره. استاذ نصر عبد الرحمن مدير جمارك في قريه البضائع في المطار، واخد بالك؟ هيبقى الراجل بتاعنا في الطلعه دي. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الو، لو سمحت عايز اكلم الاستاذ ادم. يا فندم نقول له مين؟ انا مي مراته. اهلا وسهلا بحضرتك. هو موجود بس هو الحقيقه في ميتنج. لا، هو لما يعرف ان انا هيرد عليا. طب ممكن لحظه واحده معايا؟ احنا جات لنا جوابات من وزاره الماليه بتقول ان الشحنه هتوصل يوم الخميس. وشحنه زي دي لما بتوصل بتطلع من الطياره دغري على قريه البضائع عند الاستاذ نصر. وبعد ساعتين ثلاثه بتيجي لجنه من وزاره الماليه ومصلحه سك العمله والداخليه بتستلم الشحنه من قريه البضائع. ساعتين ثلاثه؟ ده أقل وقت، ده ساعات بيسيبوها يوم ويومين. لحظة واحدة. ألو؟ أيوة؟ قالت لك إيه؟ طيب، حاول المكالمة. اتكلم. ألو؟ ايوه يا مي، خير؟ في حاجه؟ في حاجه طبعا. تليفوناتك مقفوله ليه؟ فعلا تليفوني مقفول عشان انا في ميتنج مهم. محتاجه حاجه ضروري ولا اكلمك لما اخلص؟ محتاجه حاجه ضروري. طب قولي لي انت فين وانا ابعت لك اللي انت عايزاه. لا، انا هعدي عليك في المكتب. ولا فيها حاجه دي؟ فيها ان في ميتنج يا مي، ولو جيتي مش عارفة اتكلم معاكي. ومع ذلك لو عايزه تيجي تشرفي اهلا وسهلا.
طب يا ادم خلاص مش مشكله لما ترجع البيت. باي. ما تكلمنا عن مي مراتك. عايز تعرف عنها ايه؟ جوزتها ليه؟ طبعا عشان تكمل الصوره وتبين قدام الناس ان انت رب اسره فتبعد عنك الشبهات تماما. انا اتجوزتها لاني حبيتها. مش قادر اوصف لك انا حسيت بايه لما شفتها. حاجات كتير كلها جميله ومبهجه، بس اكتر احساس كان واضح انها كانت اجابه على اسئله كتير قوي بتدور جواها حتى من غير ما اعرف. اسئله زي ايه؟ زي انا عايش ليه؟ ايه اللي ناقصني عشان ابقى سعيد؟ ايه اللي ممكن في الدنيا دي يريحني؟ فين الامل وسط السواد والنور وسط العتمه اللي محوطاني من كل ناحيه؟ من اول ما عيني جت في عينيها وانا اتاكدت ان اللي جاي في حياتي مش هيبقى زي اللي فات، في حاجه جوايا اتغيرت للابد. مع الايام ابتديت احس ان هي الوحيده اللي ممكن تخرجني من اللي انا فيه، معرفش ازاي وامتى، بس اللي انا متاكد منه ان انا من غيرها هضيع. الله، تقوم تكذب عليها؟ تخبي عنها الحقيقه؟ تعيشها في دنيا ممكن تتهدف ودماغها في اي لحظه؟ ده حب؟ ده عذاب. خوفي عليها وعلى ابني ما كانش بيداهمني كل يوم. كنت بعمل المستحيل عشان تفضل دنيتي بسوادها ومشاكلها بعيد عنهم، بس من جوايا كان نفسي ما هي تعرف. صدقني أنا كذا مرة كنت هقولها على كل حاجة. ليه؟ تأنيب ضمير مثلا؟ لما كنت بشوف الحب في عينيها كنت بحس إن هو مش ليا. كانت بتحب الصورة اللي أنا رسمها لها، القناع اللي أنا لابسه طول الوقت. لما كانت بتبص لي كنت بحس إنها مش شايفاني أنا. لما كانت بتكلمني كنت بحس إنها بتكلم واحد تاني. كان نفسي أقولها على كل حاجة، تشوفني على حقيقتي، أقولها على الحقيقة، وساعتها بقى هي اللي تقرر إذا كنت أستاهل حبها ولا لأ. هو لما بقى خلاص هقول يرجع الخوف يسكتني وأقول مسيرها تعرف في الوقت المناسب. وأكيد لما تعرف هتاخد بإيدي الأمور. قعدت 4 5 ساعات في وش جماعة من اليابان كانوا عندي في المكتب. في واحد بيترجم من ياباني للإنجليزي، واحد تاني بيترجم من إنجليزي للعربي. تخيلي انت لخبطه بقى. بس انت عارفه يا مي، الموضوع ده لو تم على خير هتبقى نقله كبيره قوي في حياتنا. دي اكبر شركه في العالم وعايزين ينفذوا اكبر عمليه شحن. دي الضربه اللي بحلم بيها طول عمري. ما قلتليش انت كنت عايزاني في ايه النهارده قوي كده؟ لا دي حاجه عبيطه قوي، مفيش حاجه. ده انت وانت بتكلميني حسيت ان في مصيبه. اصل انا النهارده الصبح قابلت واحده غريبه قوي، كانت متجوزه واحد، وبعدين الواحد ده ظروفه شبه ظروفك قوي يا ادم، حياتهم كلها عامه شبه حياتنا. المهم ان هو طلع بقى في عصابه ومجرم كبير وحاجات كتيره قوي كده. فشكيتي ان مجرم وعندي عصابه كبيره وحاجات غريبه قوي كده؟ صراحه ادم بقى ما تزعلش مني، وبعدين انا قاعده لوحدي 24 ساعه، اكيد يعني دماغي هتودي وتجيب. شكلها ايه الست دي؟ ادم شفت مو النهارده انت صح؟ هو اللي قتلها يا ادم، قتلها ببخله ونكده وقرفه. راجل بخيل ونتن، ومستغربين انا ليه طالعة كده. بس انت مش زيه، انت مختلف. انت غلطانه،
أنا أوسخ منه بكتير. أنا عملت كل حاجة في الدنيا وياما ضيعت وقتلت ناس لأسباب أقل بكتير قوي من اللي أنت عملتيه. هو أنت بتتكلم بجد ولا إيه؟ بتكلم بجد. العشرة والشغل اللي بيني وبين أبوكي خلوني أجي النهاردة وأحصرك، وخصوصا يعني إن إحنا داخلين على عملية كبيرة واحتمال كبير قوي ربنا يكرمنا وما نشوفش خير في بعض تاني. لو قربتي من مراتي تاني هشويك ومش هعمل حساب لأبوكي. هخليكي تتمني الموت دي نعم، وأنتي عارفاني كويس وعارفة ممكن أعمل إيه. وصلت؟